من خالد عبد الله الحيد، العمر 15 سنة، المدينة من الرياض، الموهبة والهواية الاختراعات. أكثر صفة يتميز بها خالد خدمة الآخرين والكرم. نشوف خالد. ورحمة الله وبركاته، معكم خالد الحيد من الرياض. اليوم بوريكم بعض اختراعات سويتها، اختراعات بسيطة يعني موجودة في كل بيت، ومنها إعادة التدوير. لقيت هذا غطاء كهرب وجبت صمغ وصمغته، يمديني يعني أحط على الكهرب وأحط على أشياء، أو ممكن يعني أجيب شمعة وتحفة كذا صغيرة ولصقها يصير يعني أشكال على الأفياش. هو الحين نشوف مثال، حطينا على الفيش يعني ممكن نحط أي شيء، هذا مثلا نحط جوات أي شيء يعني. وهذه تجي مكينة، فلو مثلا عندك سيارة مكسورة أو زي كذا، سيارة ريموت تفتحها موجودة فيها مكينة تدور، وشبكت المكينة هذه بالحجر هنا وهنا، ثمين جبت فرشاة أسنان قديمة وقطعتها من هنا وخفشت مثال عليها، شبكنا السلك يعني تنظف مثلا الأرض أو شيء أو طاولة أو أي شيء. وفي بعد هذا بصورة طريق الحمام، تجيب خشبة وتجيب مثلا زي هذه العلبة وتحطها من طرفين، تعبيها موية وتحطها مثلا على السور، وتجي الحمام ويشربون عليه. والله جميل ولد، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء من الله. ادوات بسيطه، اقتراحات من ادوات. ايش رايكم؟ والله طبعا حلو. وانا اكثر شيء اكمل. لا اسلمت، انت تكمل يلا. لا ازله. الاهم اشياء اللي هو ان كل هذا يسويه طبعا للمعلوميه، كل الاشياء اللي يسويها ب تعلم غالبا، صحيح. فانا زي ما يقولون الشيء اللي ما يولد المرء عالم، ترى انه عرف نفسه من يوم انه صغير، فلما الشيء اللي هو يبغاه اللي هو الاختراعات واللي يحبه. انا صراحه اقول لخالد يتواصل كذلك مع حقين برنامج الجيل 5، من البرامج الممتعه جدا وصراحه من اللي تواكب هذا العصر الان في التكنولوجيا والثوره الكبيره اللي حاصله. وبعد يعني شيء جميل حبايبنا الابطال، ترى والله ما شاء الله تبارك الله، الاباء والامهات يتابعونا، والله ابنائكم عندهم طاقات هائلة، فقط اكتشفوها أو عطوهم المجال. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.